خاصة بالنسبة للعمارة اللي يوزع الكرات يعني تكون خطورة جدا. بالخير محاولة المراوغات من الكرة الناحية ربيعي ربيعي ولا هدف ممتاز. نعم ممتاز من ربيعي يحط الكرة مباشرة دقيقة 75 يعني قبل نهاية المقابلة ب 15 دقيقة المولودية تتمكن من فتح مجال التهديف بهذه الكرة المباغتة وعمل فني من بالخير بالعقب ناحية رفيقه يتمكن اللاعب ربيعي من توقيع الهدف الأول وفتح مجال التهديف هذه الكرة ناحية العمارة على ما أعتقد العمارة. هو الذي تمكن الظهير الأيسر تمكن من فتح مجال التهديف بهذه الكرة الممتازة من اللاعب بالخير ناحية العمارة يتمكن من وضع الكرة في الزاوية رغم غلق الزاوية من خضيرية يتمكن من فتح مجال التهديف للمولودية قبل نهاية الوقت الرسمي بربع ساعة. وهذا اللي كنت نتكلم عليه أن بالنسبة للعمارة كان يعني نشط كثير على الجهة اليسرى وكانت الخطورة كنا نتكلم قبل التهديف هذا كنا نتكلم عليه أنه ممكن جدا بالنسبة للعمارة يعني توزيع أو حتى التوغل في الدفاع وهذا ما كان وجاب الهدف يعني بطريقة ذكية جدا بالتوغل.